السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقول لكم انا في هذا الفيديو على التيك توك ادز، كيفاش يمكن لك تصايب حساب تيك توك ادز، اعلان يمكن لك دير فيه اعلانات ديالك اي حاجه. المهم اخر فيديو كنا دوينا على هوت سبوت شايلد، هاد الفي بي ان هذا كنت قلت لكم باللي الفيديو جاي غادي نقول لك تيك توك ادز وضروري غادي تحتاجوا هاد الفي بي ان. المهم الاخوان نخليكم مع الانترو ونوزو الشهر. لما نطول عليكم نحاول نوصل الشرح، دخل المصفيه ديالك، المصفيه عندك هادي تابي جوجل هنايا، غتخدم يعني بالجيميل ديالك ولا بياهو ولا انا كنخدم باوتلوك، يعني سيف الخدمة زوين. المهم غتكري ايميل، انا كنت ديجا كريت ايميل ولكن غنعاودو مرة صغيرة. المهم غتكري جراجويشن كونش، تكليك هنايا دير هنايا اي حاجه بونيفير بون كوم واش مهم بون كوم اللي عجبك. المهم هنايا دير ايميل ديالك مثلا ياسين كمال غير كميشان، المهم نتوما اي حاجه يمكن لك ديرو هنايا مباوش تزيد اي رقم ولا اي حاجة. المهم انا مطاس، سويفو غير السمية وكنية هذي كوبي كولي هنا يد الاخوان، هنا النار الشهر ولا مهم حاولوا ديالكم ولا قولة اللي كان مهم دوزو غير دوزكم الليطة. المهم انا عطاني النمرة عش كريت اصلا انا كنت كريت بزاف قدرت مو مطلعش كم النمرة اللي قلب انا مروكم حوني النمرة شي سنه وصلنا الكود. علاش انا كريش بزاف ديال الايميلات داكشي علاش ضربوا مني النمره، هما فاش كتضربوها مني وانتوما تكونوا ولا كريش ما يطلبوش منكم النمره اصلا. المهم هو الايميل تكريا هاهو. المهم دابا غنمشيو ندوزو بنكريو اوتلوك تيك توك عفوا تيك توك. المهم او قبل او اي حاجة قلت لكم ضروري تحتاجو هاد الفي بي ان هوت سبوت شاين، حيت ضروري خاصكم تكونيكتاو ب يونيتد كينغدوم يعني بريطانيا ولا امريكان. المهم الاخوان ندخلو لهنايا، هنايا اصلا ديجا مكونيكتي انا بريطانيا، دخلوا هكا غتمشيو لبريطانيا بحال هكا ولا امريكان اللي عجبكم غتكليكي كونيكت وغنتسينو شي تكونيكت معانا الاخوان. المهم الاخوان هو تكونيكت معانا. المهم قبل الاخر نتاكدو بانه راه مكونيكت في امريكا، غنديرو ماي اي بي لوكاسيون، دخل اي سيج كيطلع لك غير باش نتاكدو ماشي حدا غير الشك كما كنقول كما كتشوفها ماشي هايا هو في كي لاي بي ديالي هنا في انجلاند، يعني كلشي ناضي. بغى الرجل هو كتبو تيك توك ارتس. المهم هاد اللي راهي هنا
تدخل لها اللي هذا تكليك عليه تسيم شوية قبل ما تدخل. المهم اخوان هذا غير لوغين، احنا غنمشيو لواحد نكريو كونت، غتكليك هنايا سينك اب، سينك اب ناو. المهم اخوان هنا كيعطوك جوج قشيرات باش ممكن لك تكري كونت، تكري كونت عادي بايمال وهذا كيما غنديرو هنا، ولا لا كان عندك تيك توك. تيك توك، تيك توك عادي كونت كتكليك عليه وكتكون ديجا فاتح تيك توك هنايا كيدخل عادي، ولكن حنايا ما غنحتاجوش التبازيط كامل. المهم غتخشي هادي، غدير الايميل اللي كنا مشينا صايبنا يعني ياسين كامل واحد. المهم تكليك هنا ياسين كامل واحد، هنايا مطاس غتعاود مطاس هنايا كيصيفط لك واحد الكود ديال الفيريكيشن كيصيفطو لك في الايميل باش تاكد. المهم متقولش هنا اي حاجة بحال ما واخا غيكون خشي ليا في النوم كونفيرمو. المهم غيكون صيفط ليا، ها هو صيفط ليا هنايا الكود، غتكوبي كونترول سي كونترول في كليك على سينك اب تسيم شوية. الكونيكسون يخوان الكونيكسون، المهم هنايا غتخلي هنايا كلشي بحال هكا يونيتي كينغدوم. هنايا غتختار اي حاجة غنديرو هنا يعني شي حاجة أخرى من غير شي حاطين هنا، نعاودو نديرو شي آخر. يعني غدير ليغال نيم يعني أوف بيزنس، دير أي اسمية حتى بان ندير بحال اسمية لي في الإيمان، ندير ياسين كامل نكتبها هي ونيم في النمرة حيت أوبليجي ميمكنش لك دور. المهم غنمشيو غنكتبو في جوجل ريزيرف إس إم إس، في جوجل ريزيرف إس إم إس غتكليك على هاد اللي يدخلك لهنايا. المهم غتكوبي يعني كيما نقول نمرة ديال بريطانيا تقلب عليها بحال هادي، غتكليكي هنا غتكوبا. المهم غترجع هنايا النمرة غدير ليها كولي وغتحيد هاد بليس 44 غتكوشي هادي غتكليك على ريجيستر. نتسيم شوية ليكم. المهم هما كيما تشوفو هاهو تكري تيك توك خاص بلا ما تشيكي بلا شي حاجة. المهم هنايا كيقولك إلا كان عندك سيت ويب ديالك ولا عندك شي اب ستور يعني تحط اللين ديالو، ولا جوجل بلاي تحط اللين ديالو. المهم حنايا غير غادي غير كنتيستيو باش تشوفو. المهم غندير واحد اللي ندير واحد ستور ديالي هنايا. هنايا كت حيت ما يخليوكش اصلا دوز هنايا، واخا تكون مغنيين بيمنت ما يخليوكش دوز، حتى راه خاصك دير هاد ستريت هارد ريج وستيج و بوستاركو. المهم هنايا غترجع غتكتب فيك ادريس يوكي، ادخل هاد اللي هذا ولا اي سيت دخلتي ليه. المهم واش هاد ستريت هادي اللي كتكون هنايا كوبي غطرع هنايا غدير كولي غتجز يعني تجز كود بوستا و
وغترجع تكوبي تقولي هنا ضروري تحيد هاد باش ما يخليوش دوز بحال هكا شي تحيد هاد لي سبونس هاد اللي كيكون هنايا هنايا غدير انجلاند صافي وقت كليك هنايا تسمي جوا الاخوان تكليك نيكس او كيما كتشوفوا الاخوان تيكت فرنسا اي غير نديرو حنايا سامبل كيما كتشوفوا دو تيكت فرنسا ديالنا كتشوفو الداش بورد الكومبين يعني كيفاش كطلع عرضو هاد كيس باش طلعنا هنا شوية يعني مطور ادفانس نسمي شوية الإخوة ونشوفو كيما كتشوفو هنايا هنا ملي كتلقى الحملة الإعلانية ديالك هنايا واش بالكونفيرجن ولا بالترافيك ولا بالأصدار ولا باش مبغيش هنايا كتكون الكومبين ديالك اللي كتلقى وضروري قبل كتمشيو كتكريو بيزنس سنتر ضروري سهل الاخوان باش كتكري بيزنس سنتر شي حاجه عاديه كتشكل كير كري كونت كتدير هنايا بعدا اول حاجه الاسم الرسميه بحال هنا كان درنا في ايمان ياسين كمان هنا يكون زون حاول دير مثلا كازا يعني اشتروا الكافريكا هنايا غير جزيرة لا مخداش مع جونس انا خدام مع راسي كومباني نيم تدير اي سمية مثلا غير نفس السمية هادي هنا كدير الويب سايت ديالك بحال دابا انا ديال السايت ديالك وداز عادي هنا غدير اي حاجه هنا واش باش كيهشم ستور ديالك انا غندير شي حاجه اخرى مكيناش هنايا نعاود ندير لهم شي حاجه اخرى كونتري واهم حاجه اللي كاينه هنايا ان هاد تيك توك ارتس بدل ما ندوي يوم شي ستيل باش ندوزو هادي يو اس تي ادريس بحال اللي درنا قبيله البوستال اللي درنا تقدر لي سباس مهنا غدير ترجع تشوف غير هنا فين كاين هاد لادريس وما تحاول تختار اي وحده ما كاينش غادي كريت ضروري ديال كون كونتاكت نيم دير كان ياسين كما
للإيميل اللي كنا درناه هي زين كامل خلاص. أصلاً كنا درنا شكل قدمها هي حط النمرة اللي كنا كوبينا تكريش ما هو اكونش بيزنس كريا شي حاجة عادية ماشي شي حاجة تكشر ايز رسائل الاخوة تبعو غير الشرح رسائل بزاف مهم هو بيزنس اكونش مهم هنا فيك تلقى الحملة الإعلانية ديالك ولكن المشكل اللي كاين لي هو أنه ما كيتعرقيتيش المغري. المهم غنحاولو نزيدو بحال ما غنطلقو الأرض باش نوريكم بلي أنا مكيتعرقيش المغري أهو فينا هو أهو التعرقيتين كليكو عليها غنتوما لي فوق غنحاولو نكشفو ماشي مراكم علاش حنا نديرو مغاروك جاي ما طالعش الا جيت خلي ما تلقى ما كتعرفيش المغرب كتعرفيش المغرب وهذا هو المشكل ولكن مهم غير وريكم انكم كيفاش كريو اس باش ما يبقاش غير كيخرب عليكم كيلكدو واش مينا كيديروا خيالي وين اخوانا هو تيك توك خاص يمكن لك تخدم به مثلا تروب ولا شي بحال هكا يعني في يونيتي كينغدوم ولا في يو اس اي والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوريكم واحد الميثود انك كيفاش تارغيتي المغرب ان شاء الله الا كتشاو غنوريكم الميثود كيفاش انك تارغيتي المغرب المهم تلاقاو فيديو الجاي ان شاء الله.